وقل لعبادك وتعظيم لرب جل جلاله قلوبهم. اللهم سدد رميهم فإنك أنت الحفيظ الستير. كانت أجواء صلاة العيد في هذه المدرسة الفتية، مدرسة بر الوالدين لتعليم القرآن الكريم والعلوم الشرعية، كانت أجواء جد رائعة مع حضور طلبة المدرسة وأوليائهم يكبرون ويهللون ويحمدون الله جل وعلا في هذا اليوم الأغر المبارك، يوم عيد الأضحى المبارك. وكانت خطبة عيد الأضحى حاوية لبعض من الإشارات التي تخص عيد الأضحى المبارك من الناحية الفقهية وكذلك من الناحية الإيمانية، كما هو يعني الحال في سائر المدن الجزائرية ويعني في سائر البلدان الإسلامية، أنه تكون يعني المغافرة وصلة الأرحام والتراحم والتقارب بين الناس، بين الجيران، بين الأصدقاء، بين الأسر. يعني هذا الأجواء هذه اللي دائما نلقاوها في العيد ونلقاوها يعني في المناسبات، ولي يعني دائما الدين تاعنا يعني يأكد عليها خاصة صلة الرحم والتراحم. صح عيدكم، تقبل الله منا ومنكم. صلينا صلاة العيد في هذه المدرسة القرآنية وكانت أجواء جد رائعة وفي وسط من التراحم والتآزر والتآخي.